فاكرين حضراتكم الفيلم الشهير فيلم حياة أو موت اللي كان فيه الجملة الشهيرة جدا من حكمدار القاهرة الكبرى لأحمد إبراهيم: لا تشرب الدواء، الدواء فيه سم قاتل. نفس المشهد ده اتكرر النهاردة، اتكرر في محافظة قنا. فتاة صغيرة حبيبة عندها 8 سنين عندها مرض السرطان وبتتعالج في مستشفى أورام سوهاج. الممرضة ادتها حقن، بتاخدها يعني حقنه كل يوم، المفروض الحقن دي يعني بتحاول انها تعالج البنت. الممرضه اكتشفت ان في حقنه اللي المفروض تاخدها النهارده، الحقنه دي غلط، ولو خدتها ممكن او بالتاكيد البنت ممكن كده تموت. الممرضه اتجهت مباشره لمأمور القسم وبلغته بالموضوع. الحقيقه مأمور القسم عمل يعني موقف جميل جدا، هم مش عارفين البنت بالظبط ساكنه فين، مش عارفين بالظبط معلومات كافيه عنها عشان يوصلوا لها. خدوا عربيات من القسم ونزل هو وبعض الضباط وبالميكروفون قعدوا ينادوا على الطفله حبيبه، وقعدوا يعني ينبهوها انها علشان ما تاخدش، وينبهوا اهلها عشان ما تاخدش الحقنة النهاردة. وبالفعل تم الوصول لحبيبة وأنقذوها. وإحنا معانا العميد دكتور محسن كمال مأمور اسم إنا. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا حضرتك. احكي لنا بقى حصل إيه. هو النهاردة حضرتك الساعة حوالي 10 الصبح تلقينا اتصال من معهد الأورام بسوهاج بأن طفلة تتردد على المعهد لصرف العلاج الشهري، وامبارح صرفوا لها جرعة زيادة، والجرعة دي ممكن تصيبها بالخطر، ومطلوب المعاونة للوصول للطفلة، ودونا العنوان بتاعها واسمها في قرية الطويرات. عرضنا الأمور على السيد المدير اللي أمر بسرعة التحرك والبحث عن الطفلة لإنقاذها. تم الدفع بعدد من الضباط المباحث والنظام والاتصال بالعمد والمشايخ، لكن للأسف ما عثرناش عليها في قرية الطويرات. فوسعنا البحث في القرى المجاورة حتى تمكنا من الوصول إلى والدها في قرية المحروسة وتحقيق الاتصال به وتحذيره، وقلنا له انه يرجع للطبيب المعالج، وبالفعل تم التواصل بينهم والحمد لله الطفلة سليمة. يعني كم ساعة العملية دي استغرقت؟ ساعة ونص بالضبط، ساعة ما تلقينا البلاغ حتى العثور على والدها والاتصال به كان حوالي ساعة ونص بالضبط. الحقيقة يعني موقف يستحق كل التحية لحضرتك، يعني أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على موقفك المشرف، وبالتأكيد هي دي شرطة مصر. الحمد لله، وده واجبنا ومهمتنا بالإضافة لتحقيق الأمن، يعني تفعيل الوظيفة الاجتماعية لهيئة الشرطة للترابط والتواصل مع المواطنين لخدمتهم وللعمل على راحتهم. بشكرك سيادة العميد، سيادة العميد محسن كمال مأمور مركز شرطة قنا، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني موقف شديد الـ يعني الإنسانية بصراحة، يعني موقف مشرف جدا. خدوا الخبر على طول، نزلوا يعني ما استنوش ثانية ونزلوا يدوروا، خدوا العنوان غلط، العنوان ما عرفوش يوصلوا للبنت، راحوا لفوا في القرى المجاورة لغاية ما قدروا يوصلوا لأبوها. طبعا يعني مجهود يستحق ان احنا نحييهم عليه كل التحية.